أن توقعاتنا هي 78 إلى 84 دولار للبرميل، فهذه التوقعات الآن لو التراجع يتفق مع هذه التوقعات. كما نرى اليوم هناك ارتفاع في الأسعار، كان هناك توقعات كثيرة حتى من جولدمان ساكس بانخفاض الأسعار نتيجة قرارات أوبك، وواضح تماما أن السوق فهم قرارات أوبك بشكل خاطئ، لأن السوق يتطلع إلى أفق قصير بينما تطلعات أوبك إلى أفق أطول في هذه الحالة. الإشكالية هنا ما يلي، أن هناك طبعا من أسباب ارتفاع الأسعار انخفاض إنتاج أوبك في الشهر الماضي وتوقع استمرار هذا الانخفاض، وأيضا هناك انخفاض في أنشطة الحفر في الحقول الصخري خلال الأسابيع الماضية، وهذا أيضا سيؤثر في إمدادات النفط لاحقا. فهناك تأييد لفكرة أن الأسعار سترتفع، ولكن موضوع الطلب هناك ما زال إشارات استفهام حوله، لأن جزء من الطلب الصيني يذهب إلى المخزون، وبالتالي ما زلنا نتساءل عن مدى النمو الاقتصادي في الصين. أهلا دكتور ناصر معك. إذن بطبيعة الحال قد يكون يعني الطلب الصيني الوايلد كارد أو كارت الجوكر لهذا العام على صعيد الطلب في النصف الثاني، ولكن فيما يخص إمدادات أوبك صحيح بأنها ستبدأ بالزيادة ابتداء من مطلع أكتوبر، ولكن هل السوق أيضا تأخذ بعين الاعتبار التعويضات عن الفائض في الإنتاج من قبل روسيا وكازاخستان والعراق الذي من المفترض أيضا أن يستمر على أقله حتى نهاية السنة؟ واضح تماما أنهم لم يأخذوا باعتبارهم عدة أمور. أولا أنت ذكرت موضوع التعويضات، هذا يعني أن الزيادة ستكون أقل، ولكن هناك أمور أخرى. هل تستطيع فعلا بعض هذه الدول أن تزيد الإنتاج إلى السقف الأعلى لهذه الزيادة؟ لأن هناك تساؤل على بعض هذه الدول منها روسيا، فهذا أمر مهم. الأمر الآخر أن إذا كان الصيف حارا في خاصة في مناطق الشرق الأوسط، هذا يعني زيادة الطلب الداخلي على النفط، وهذا يؤدي إلى انخفاض الصادرات. والمهم في أسواق النفط ليس الإنتاج وإنما المعروض، والمعروض يأتي من الصادرات. وبشكل عام إذا كان الصيف حارا في الشرق الأوسط سيكون حارا في الصين، وزيادة الحر في الصين كما رأينا في السنوات الماضية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء. انقطاع الكهرباء يؤدي إلى زيادة التوليد الخاص، توليد الكهرباء الخاص، وتوليد الكهرباء الخاص هذا يعني انتقال من الطاقة المتجددة والفحم والغاز إلى النفط، وهذا زيادة في الطلب. دكتور، لفت نظري عم بتقول انه الاسواق اساءت فهم قرار اوبك بلس، يعني هن لخصوا الموضوع بانه بالربع الرابع في اضافه بالانتاج، في انتاج اضافي، وبالتالي هذا ما اثر سلبا على الاسعار. لماذا تتحدث حضرتك عن سوء فهم للقرار؟ اولا في نفس النص والتصريح الصحفي الذي قالوه وما قاله الوزراء ينص انه اذا كان الوضع مناسبا في السوق، وإذا لم يكن مناسباً فإنهم سيتوقفوا عن هذه الزيادة، فهذا الشرط واضح تماماً، فهذه الزيادة مشروطة، هذا أول أمر. الأمر الآخر كما ذكر الأستاذ ناصر هو موضوع أن هناك تعويضات، واضح تماماً من تصريح الوزير العراقي من حوالي شهر عندما قال أننا سنضع سقف لإنتاج النفط العراقي على حسب شهر مايو حتى نهاية العام، هذا أوحى لنا أن هناك زيادة في الإنتاج قبل القرار بشهر تقريبا. بعبارة أخرى أنهم سيقوموا بلعبة بالنسبة للعراقيين، اللعبة هي أنهم سيستمروا في الإنتاج وهو فوق الحصة الإنتاجية، وعندما تقوم أوبك بزيادة سقف الإنتاج سيستغلوا الفرق بين سقف الإنتاج والإنتاج الفعلي، ويقولون أن هذا تعويض عن الإنتاج الزائد في الفترات الماضية. دكتور أنس، سؤال أخير فيما يتعلق بمشتريات الاحتياط الاستراتيجي النفطي، إلى أي درجة تعتقد بأنه هذا قد يكون عامل داعم للسوق خلال الفترة المقبلة، وهل ستتحرك الإدارة الأمريكية على هذا الصعيد ضمن النطاقات السعرية التي كانت قد تحدثت عنها سابقا فقط؟ هي بشكل عام الإدارة تقوم بذلك، كما تعلم قاموا بإيقاف الشراء في شهري أغسطس وسبتمبر تخوفا من ارتفاع الأسعار، وهذا يمكنهم من السحب من المخزون. ولكن الفكرة هنا تقنيا حسب الوضع الحالي لا يستطيعون ملء أكثر من 3 ملايين في الشهر. ذكرت وزيرة الطاقة الأمريكية أن هناك مغاور أخرى
كان فيها عمليات صيانه صار لها بحدود 3-4 سنوات، سينتهون من صيانتها وهذا يمكنهم من ملء اكثر من 3 ملايين، ولكن هذا ياتي بعد الانتخابات.